لكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه العابي، يلا نلعب يا اصحابي. النهارده جايبين لكم لعبه جميله قوي، لعبه مطبخ باربي جديد. المطبخ بتاعنا النهارده حقيقي جدا، وفي ميه وفي ادوات المطبخ كلها، الحلل والطاسات وكمان الحاجات اللي بنطبخ بيها والخضار والفاكهه. كمان معانا باربي الجميله دي، شعرها قد ايه حلو وفستانها شيك قوي وشكلها جميل خالص. هنغسل هنا الخضار الاول. المطبخ بتاعنا هنا، شفناه قبل كده في مقطع تاني. النهارده بقى جايبين معاه كمان ادوات المطبخ الجميله دي والخضار والفاكهه علشان نطبخ ونعمل حاجات كتير حلوه. هنغسل الاول الخضار. طبعا يا اصحابي كلنا بناكل خضار في البيت مع ماما وبابا وكده، بس طبعا ما نعرفش بقى ماما بتغسله ولا لا. طبعا ماما لازم تغسل الخضار كويس جدا علشان يبقى صحي وما فيهوش اي جراثيم ولا ميكروبات ولا اي حاجه. نغسله كويس قوي في الميه. ونحطه بقى على القطاعة علشان نقطعه مع بعض. كمان الخس بيتغسل والجزر والفلفل، نغسلهم كويس جدا علشان بيبقى فيهم بعض الحشرات اللي احنا ممكن نكون مش شايفينها، فلازم يتغسلوا بالمية كويس قوي. نغسل الفرخة كمان، ونطبخ النهاردة فرخة كبيرة وجميلة. باربي هتاكلها لوحدها كلها ولا ايه؟ بعد كده نقفل المية، نجيب الأدوات بتاعتنا الجميلة دي. طبعا احنا حاطين الاوربيز كده وكده يعني يا اصحابي علشان ايه نطبخ بيه وكده. هنقلب بقى الاوربيز بتاعنا بقى مكان الرز، هنقلب كده ويبقى شكله جميل خالص. حطه هنا كده. هناخد بقى الطاسه الكبيره اللي على البوتاجاز، شكلها حلو قوي، شكل التفاحة لونها احمر. حط فيها هنا كده الاوربيز او الرز بقى اللي احنا عاملينه بتاعنا عشان نطبخه، شكله حلو قوي قوي في الطاسة بتاعتنا. حط الفرخة، شكلها جميل قوي. نجيب الفلفل بقى، احنا بنقطع الفلفل طبعا بالسكينة على الاكل بتاعنا، فاحنا هنعمل بقى بنقطعه كده عشان يبقى شكله جميل خالص. كمان نقطع جزرة. وبعدين نحطه على النار ونفتح النار بتاعتنا. نحط شوية مية كده. نفتح كده النار بتاعتنا. واو النار بتطفي ازاي، شكلها حلو قوي. هنفتحها ونسيبها بقى ايه مفتوحة علشان الاكل ايه بتاعنا يستوي. استنى علقت دي ولا ايه؟ استنى كده. اهي انا بنور واطفي كده علشان تشوفوها يا اصحابي، شايفين شكلها حلو قوي 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 وشكلها جميل خالص زي الحقيقيه بالظبط. اهي عاملاها كده بقى، نسيبها بقى مفتوحه علشان الاكل بتاعنا يستوي. بعد كده نجيب الخضار كده هنا، وانا عاملاها الخضار هنا بيتقسم بالنص، ممكن نفتحه كده نقسمه بالنص بالسكينة زي ماما بتقطعه أو بابا كده.
كده فتحنا الخس، كمان هنفتح ده القرع العسلي، او ممكن يكون فلفل لان هو في فلفل كمان الوان غير الاخضر، في الاصفر والاحمر، في انواع فلفل كتير وليه الوان كتير برضه. كده احنا عندنا كمان هنا بوتاجاز تاني، بس ده بقى مش بينور، يعني واحد بينور واحد مش بينور. نقلب بقى الفرخة عشان